السلام عليكم، رمضان مبارك وعاشركم مباركة، دخل عليكم الصحة والسلامة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نديرو رايب أو ياغورت طبيعي. بالنسبة لهاد الوصفة غادي نحتاجو إطر ونص الحليب، كاس ديال الياغورت، 3 و 4 المعالق كبار ديال السنيدة على حسب الذوق ديالكم، وصافي هادشي اللي غنحتاجو. بالنسبة لأول حاجة غادي ناخدو الحليب إطر ونص، النص غادي نخليه بارد، والنص الاخر غادي نديرو في البوطة يغلى. يعني هنا في المجموع عندي اترول لاروب غيبقى بارد، واترول لاروب غادي نديرو في البوطة يسخن. هذاك السكر اللي عندي غادي نزيدو على هذاك الكميات الحليب اللي غتكون في البوطه، واللي نسيت ما قلتش هو واحد الفاني. هذا اللي بقى عندي بارد غادي نزيد فيه الفاني، غادي نزيد فيه هاد الياغورت اللي عندي هنا. صافي انا غادي نحركو مزيان حتى يجي عند كلشي، وغادي نستنى الحليب الاخر اللي كيفاد باش نخلطهم. دابا من بعد ما غدا الحليب غادي نبدا نزيدوه بشويه بشويه على هذا الخليط ديال اللي بارد. صافي تحركوا غير واحد شويه حتى يتخلط كلشي. صافي من بعد ما كينسجموا كاع العناصر غادي تخبوه في الكيسان ولا في اللي عندكم، ديروا فخوكو تسدوا عليها مزيان بشي مانطا وبسلوفان. انا غادي نديرو في هذا بحال طويجنا صغار، ولكن هو راه عالي. غادي نعمرو، صافي جات القياس ديالها. صافي غادي نغطيها دابا بالسلوفان، وغادي نرد عليها الغلاقة ديالها ونغطيها مزيان بشي مانطا. صافي غادي تخليوها حتى تنغد ليه في الصباح ولا في العشية، المهم كتخليوها ليلة كاملة، ومن بعد كتلقاوه قريب. السلام عليكم البنات، كدايرين؟ كدايرين مع الصحة، رمضان مبارك. هذا هو دانون اللي دارته معكم بنتي. منين صباح درته في الثلاجة باش يبرد. انتم شوفوا الشكل ديالو كيفاش صبح وكيفاش درته باش يبرد. انت تشوفوا انه جامد. غادي نبداو نوريكم كيفاش الشكل ديالو وكيف خرج. هانتوما شوفوا كي داير. غادي نكب معكم باش تشوفوا دانون على السريع، وما كيديش الوقت، وساهل بلا كوكوت بلا فران بلا حتى شي حاجه. شوفوا كيفاش جمد عف الطاجين ديالي، هاد الحماس ديالي. بغيتكم تجربوه بهذه الطريقه. هذه الطريقه راها قليله، ماشي انا الاولى، ولكن راها قليله بالنسبه للناس اللي كيديروا هكا.
كنقول لكم الصحه والراحه، وكنتمنى لكم شهيه طيبه، وكنتمنى لاي وحده جربت هادو وتاكلوا بالصحه والهنا. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وكنتمنوا ان شاء الله كل شيء يدوزوا على خير وبخير. جربوا هاد الدانون راه هو زوين حتى في السحور. يلا تبارك الله عليكم وامسيه سعيده.